có đề nghị không? Đề nghị không? Chị em biết đâu. À, cái nhanh chậm hả? Đều với nhau. Không. Nhìn thân thấy các bạn hơi nhanh hơn mấy hồi đúng không? Ừ. Đẹp không? Quá đẹp. Để giúp cái miệng càng cho sạch nó lên. Chút nhẹ thôi chứ không đùi miệng này. Có thử có gửi mã không? Anh nhập số điện thoại cho mình biết gửi mã không? Gửi thì sẽ gửi. Rồi. Hả? Tâm nó thấy như là mạng như cô bị lỗi thì thử số điện thoại của các bạn khác.
Tò dễ sợ thì. Cố lên. Cố lên làm cho sạch cái lỗ mũi. Như mụn đỏ đen luôn á. Cái này là mụn đỏ đen chứ còn cám mình to rồi. Lao rồi. Chuyện tiếng chị đó là nói với chị nó kể là vì anh chị Sa làm nên chị Sa đang làm cho nó nên chờ chị Sa xíu nữa đó. شايفين دي ما ساعدتنيش ولا عملت اي حاجه. عازمين النهارده؟ اه خلصت تحت. يلا عازم عبد الله. بس عبد الله عبد الله جنب الواجب. ابقى تحت مستنيكم. اذاعه القران الكريم من القاهره. قصدت باب الرجاء والنا صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني من اخر فيديو نزلته معاكم. شوفوا كده يا جماعة، اخويا جاب لي ايه؟ هو بصراحة بدل يعني تمام، لاني كان عندي واحد قبل كده كنت لسه مشتريه جديد وابنه عبد الرحمن كسرهولي. الكلام ده من بدري، فهو بصراحة من ساعتها وبيقول لي ايه، انا هجيب لك واحد معايا وانا جاي. انا نسيت الموضوع خالص والموضوع راح من بالي. اكتشفت بقى النهارده ان هو نزله لي وقال له هو جبت لك الستاند اللي انا كنت وعدك بيه. قلت له ياه ده انا نسيته، ده انا اصلا جبت غيره. بس فقال لي لا انا بصراحه انا وعدتك بيه من بدري وقلت لك عليه ودينا هو جبته لك. ربنا يخلي لي يا رب ويبارك بعمره ويحفظ له اولادي يا رب، اللهم امين. المهم بقى طبعا بعد الهديه الحلوه دي وبعد المفاجاه الحلوه دي قلت له بس انا هعمل لك احلى فطار النهارده، وفعلا وعدت ان انا النهارده اللي هعمل له الفطار وهعمل له احلى فطار كمان. تعالوا بقى كده نقول بسم الله ونبتدي مع بعض. حبيت ان انا اشارككم الروتين بتاعي النهارده، ويا رب كده اكون خفيفه على قلبكم ما تزهقوش من الفيديو بتاعي ولا تمل منه. وكالعادة مش هنبتدي يومنا غير بالدعاء اللي دايما بنقوله في بداية كل يوم وفي بداية كل فيديو. اللهم إني توكلت عليك وبك أستعين، اللهم أعني ويسر أمري وارزقني يرزقني يا كريم، اللهم آمين يا رب. هعمل كده روتين على السريع في المطبخ، هنضفه كده تنظيف على السريع قبل ما ابتدي في تحضير الفطار. عايز أقول لكم إن أنا أصلا ابتديت متأخر، أنا دخلت المطبخ الساعة كانت 4:30. متخيلين انتوا من 4:30 لحد 6 يعني كام؟ يعني ساعة ونص. هلحق ان انا مثلا اطبخ فيها وان انا اجهز كل حاجة، خصوصا بقى ان انا كنت ناوي اعمل له كذا صنف كده، وهو بصراحة كان طلب مني كذا حاجة. تمام، طب هو انا هلحق اعمل؟ هتقولوا لي طب ايه اللي اخرك يا بنت الصعيد؟ يعني انت مثلا عارفة مجهزتيش ليه من بدري؟ مجهزتيش ليه من الصبح؟ كنت عملت الحاجة كده وجهزتيها والسوا كنت خليتيك قبل المغرب بحاجة بسيطة. هقول لكم ان انا يعني اللي حصل غير كده خالص، واللي انا كنت مخططاله واللي كنت ناوية عليه غير كده خالص. الاحداث اختلفت تماما.
اجي بقى ببص في الساعه الاقي الساعه 4:30 4:30. طب انا ما عملتش حاجه، ما عملتش فطار ولا جهزت اي حاجه، حتى الفراخ قسما بالله ما طلعتها من الفريزر. المهم بقى دخلت يعني بدات كده احضر، ما بعرفش ابتدي في تحضير اكل او اعمل طبيخ او اعمل اي حاجه غير لما المطبخ يكون نظيف ويكون مترتب. فبرغم ان انا كنت مزنوقه والوقت كان زنق عليا، وزي ما بقول لكم ما عملتش اي حاجه نهائي، برضو قلت انظف المطبخ الاول كده علشان ابتدي في تحضير الاكل والمطبخ نظيف وانا نفسيتي مرتاحه اعمل على النظافه. المهم بقى دخلت كده الديب فريزر، طلعت الحاجات اللي انا هستخدمها، طلعت الفراخ وطلعت الحاجات اللي انا هعمل بيها الاكل بتاع النهارده. وزي ما بقول لكم الفراخ مطلعها بتلجها اهو زي ما انتم شايفين، ده غير ان احنا كنا شايلين الفرخه صحيحه زي ما هي من غير ما نقطعها، يعني اللي هو فتحناها كده ونضفناها من غير ما نقطعها القطع، شلناها زي ما هي صحيحه. فلسه باجي احسبها تفك ولسه هقطعها وحاجات كتيره قوي، غير ان كل شويه يدخل يقول لي ايه والله شكلك ما هتفطرينا النهارده، انا شكلي هعمل حسابي في اكل بره. قلت له اهدى عليا كده واصبر، هعمل لك احلى فطار وهعمل لك احلى اكل. بصراحه ما اكدبش عليكم كنت بكابر بيني وبين نفسي، يعني هل مثلا انا في الوقت القياسي ده هلحق ان انا اخلص كل ده؟ قلت ادينا هجرب وهشوف. كنا مخلصين بقى بصل تحت وما كانش عندنا، طلعت اجيب من البلكونه دي. ايوه احنا حاطين البصل والثوم في البلكونه زي ما انتم شايفين كده، لان البصل والثوم ده لسه مشتريينه من كام يوم، فاخضر يعني لسه متجمن الزرع واخضر زي ما هو، حتى التوم كمان اخضر تمام، والورق بتاعه ده كله اخضر. فاحنا بنحطه في البلكونه كده لحد ما ينشف، ولحد ما الورق بتاعه ينشف بعد كده بقى بنبتدي ننضفه من الورق الزياده اللي حواليه ومن الفروع بتاعته والورق بتاعه وبس. وفي النهايه كده بنحتفظ بيه في سبت كبير او اي حاجه، يعني المهم ان احنا بنحتفظ فيها بالبصل بعد ما بينشف. اهم حاجة بس في الفترة اللي هو هينشف فيها من الفروع الخضراء بتاعته ان هو ينشف في مكان كده يكون واسع، يكون الشمس نازلة فيه ويكون مهواي، علشان بس البصل ما يعفنش او الثوم ما يعفنش ويبوظ. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طلعت بقى كده جبت بصل علشان هستخدمه النهاردة، هعمل بيه محشي واستخدمه في الاكل بتاع النهاردة كله. لو تلاحظوا كده في الفيديو ده بالذات وعلى عكس المعتاد ان انا بعمل بسرعه رهيبه، يعني حتى تلاقوني كده في الحركه اللي هو بتحرك بسرعه راح جايه كده بسرعه، ده فعلا لان انا في الواقع كنت بعمل بسرعه انا نفسي. بعدين وانا بمنتج الفيديو معاكم اهو، ولما جيت اراجع الفيديو استغربت من نفسي وانا ازاي كنت بعمل بالسرعه دي، بس كل ده كان في سبيل ان انا اخلص. والحمد لله ما تقلقوش، عايزه اقول لكم ان انا خلصت على الوقت بالظبط، لدرجة ان كل اللي في البيت استغرب، حتى كمان مرات اخويا بتقولي طب هو انت ليه ما ندمتيش عليا اجي اساعدك او اجي اعمل معاكي؟ قلت لها بصي بصراحه هو انا بعتلك بس قالولي نايمه فما حبيتش ان انا اصحيكي وكده. المهم قعدت تقولي لا كنت ندمت عليا وكنت نزلت عملت معاكي، على الاقل كنا خلصنا وكنا عملنا بسرعه. قلت لها هو اللي حصل. وابتديت اول حاجه بعملها وهي اكتر حاجه بتاخد وقت وهو المحشي، برغم ان هو ما خدش معايا وقت بس ابتديت فيه على بال ما سبت الفراخ تفك شويه كده علشان اعرف ان انا اقطعها. وادي هو على السريع حمرت البصله ونزلت عليها بصلصه الطماطم، هسيبها كده تستبك شويه وهقطع عليها الخضره اللي هو الشبت والبقدونس يعني تمام. كنت غاسله الرز كده ومصفيه كويس، وهي دي الحشوه بتاعت محشي ورق الكرنب اللي انا هعمله. طبعا في الوقت اللي انا جهزت الحشوه فيه دي كان الورق بتاع الكرنب فك من التلج اللي هو كان فيه، لان انا زي ما بقول لكم مطلعاه من الفريزر بتلج زي ما هو، فكان فك من كل اللي فيه. ممكن كمان الحتت اللي كانت لسه ما فكتش مسافه ما نزلتها تحت الميه كده كام ثانيه التلج كله ساح منها، لكن الافضل بصراحه هو ان انتم تسيبوه كده يفك مع نفسه، بلاش تحطوه تحت الميه. وهو عامه ما بياخدش وقت على بال ما بيفك، لا بيفك بسرعه ومش بياخد وقت ابدا. ودي كده خلطة المحشي الحمد لله عملناها وخلصنا منها. يجي بقى للفرخة، الحمد لله كانت فكت من التلج اللي هي فيه. عايزة اقول لكم ان انا اكتشفت حاجة، اكتشفت ان احنا لما بنشيل الفراخ صحيحة زي ما هي كده من غير ما نقطعها او من غير ما نشيلها متقطعة بتكون افضل بكتير قوي. يعني انت عارفين انا قطعتها اصلا والقطع بتاعت الفراخ او اللحم بتاع الفراخ نفسه كأنه فريش بالظبط، كأن الفراخ لسه مدبوحة حالا بالظبط،
تمام، ولا كأنها متجمدة ولا أي حاجة من دي. وده كده اللي أنا هعمله الفترة الجاية بإذن الله تعالى، يعني هشيل الفراخ زي ما هي كده من غير ما أقطعها من غير ما أعمل أي حاجة. ده لأن النتيجة أبهرتني. هو أنا يمكن أول مرة أعمل كده، ويمكن أول مرة إن أنا أشيل الفرخة زي ما هي من غير ما أقطعها، بس ساعتها اللي خلاني أعمل كده هو إن كانوا جايبينها في وقت متأخر بالليل، تمام، فشلتها زي ما هي وقلت بقى في الصبح أقطعها. مكدبش عليكم نسيتها، يعني انا ايوه نظفتها وفتحتها كده وشلت الحاجات اللي جواها ونظفتها وظبطتها، بس شلتها زي ما هي من غير ما اقطعها. فبناء على النتيجه اللي انا شفتها باذن الله تعالى الفتره الجايه او في اي وقت هنجيب فيه فراخ ونكون مثلا مش هنطبخها في الوقت الحالي، هشيلها زي ما هي كده من غير ما اقطعها. قلت لناش بقى يا بنت السعيد هتعملي ايه اكل النهارده؟ هطبخ فراخ وهعمل كمان جلجاس. انا عارفه ان انت مزهقت من الجلجاز من كتر ما بعمله معاكم في اغلب الفيديوهات، بس بصراحه يعني انا بحب الاكله دي ومعظم اللي هنا في البيت بيحبوها برضو. تمام، واللهم صل على النبي. وهعمل ايه كمان؟ هعمل جلاش وهعمل محشي كرنب. كان نفسي ان انا اعمل له حمام، بس مش مشكله بتتعوض في اي يوم تاني، لان زي ما انتم شايفين الوقت كان زانق فمش هينفع خالص النهارده. قلت له ابقى في اي يوم تاني زي ما وعدتك بعمله لك باذن الله تعالى. عايزه اقول لكم ان النهارده كان احلى فطار من بدايه رمضان، ويعتبر احلى رمضان عدى علينا، لان هو للاسف ليه فتره كده مش بيحضر رمضان معانا او مش بيرمضان هنا. حتى كمان والله ليه فتره هنا مش بيعيد معانا، سواء كان في عيد الفطر او في عيد الاضحى. فعشان كده السنه دي باذن الله تعالى سواء كان في رمضان اهو، برغم ان هو حضر معانا اخر كام يوم بس من رمضان او في العيد، فبصراحه العيد ده اكيد طبعا هيحلى بوجوده غير كل السنين اللي فاتت. ربنا يبارك بعمري يا رب، ويحفظه ويحفظ لاخواتي كلهم ويبارك فيهم يا رب، اللهم امين. طبعا قبل ما اعمل اي حاجة هحط بس الفراخ كده تتسلق علشان تلحق ان هي تتسلق والحق ان انا اخلص. تمام، طبعا انا لسه ما لفتش المحشي ولسه كمان ما عملتش الجلاش، انا هعمل صينية جلاش زي ما قلت لكم، وحاجات كتيرة جوي ولسه ما اتعملتش، بس باذن الله تعالى هنخلص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا كده على النبي في قلبكم، ويا ريت يعني ما تكونوش نسيت تحط اللايك من بدايه الفيديو. كمان برضو لو اول مره تتابعوني شرف ليا ان انتم تشتركوا في قناتي وبتكونوا فرد من عيلتي البسيطه. مستنيكم كومنتاتكم الجميله، وباذن الله تعالى هقراها كلها وكمان هرد عليها. وبصوا بقى كده الحيله اللي انا بلجأ لها وقت ما يكون الوقت زانق معايا ومحتاجه مثلا ان انا اسلق فراخ او لحمه واسويهم بسرعه، هو اني الفراخ بديها صدمه كده من غير اي حاجه، بعد كده بقى بزود فوقيها الميه المغليه. يعني بصراحه دي الطريقه اللي بتنجز معايا، بتخلي الفراخ تتسلق معايا بسرعه وما تاخدش وقت. كمان برضو بعيدا عن الحته دي بتخلي الفراخ كده ريحتها حلوه، والمرقه بتاعت الفراخ او الشوربه بتكون ريحتها حلوه كده وبتكون نظيفه وما فيهاش اي ريحه زفر ابدا. وبعدين انا اصلا الموضوع ده بستخدمه يعني حتى مش وقت ما بكون مستعجله وبس، لا انا بجد بعتمده في كل الاوقات. ومنها بقى من الفراخ تتسلق ابتدي انا في لف محشي الكرنب. طبعا الورق بتاعه كان خلاص فك من التلج اللي فيه ومن التجميد اللي فيه، وزي ما تشوفوا كده بلفه بكل سهوله. حتى الحتت اللي كانت متجمدة فكانت متجمدة حاجات بسيطة، تمام، يعني مجرد بس كده. طبعا الورق بيتفك من بعض بكل سهولة من غير ما يتقطع ولا من غير ما يحصل له اي حاجة. ده لاني يوم ما جيت سلقته ما سلقتهش قوي، يعني سلقته نص سرقة، تمام، فعلشان كده متماسك وعشان كده مش بيتقطع معايا. وبدأت عاد ان انا لفه كده. طبعا اللي ساهل معايا الموضوع هو ان انا شايلاه وهو متقطع، مجرد بس كده ان انا بفصل الورق عن بعض وبلفه بالطريقة دي. سجل لكم الفيديو ده كده بعد السحور، فمعلش النوم كبس عليا خالص، بس عايزه الحاجة اكمل الفيديو ده والحق ان انا احمله، لان عامله حساب بكره. بكره باذن الله تعالى عندنا عزومه، فاليوم كله طبعا زي ما انت عارفين الواحد بيكون مشغول في تحضير الاكل في القعده الحلوه، تمام، يعني الواحد بصراحه ما بيصدق ان هو يتجمع مع حبايبه ومع قرايبه وكده، بس فطبيعي مش هقدر مثلا في النهار ان انا اسجل الفيديو. ونيجي بقى في اللي هو فما بعد المغرب، فطبعا انتوا عارفين بقى اللي هو روتين ما بعد العزومه واللي بيحصل سواء كان من ناحيه المطبخ او البيت اللي بيكون مقلوب، تمام، فبرضه مش هقدر ان انا اسجل لكم الفيديو ده وانزله لكم، فما فيش فرصه في ايديا غير دلوقتي، برغم ان النوم كابس عليا بصراحه يعني، تمام، بس لازم اسجل الفيديو ده عشان الحق ان انا احمله. Thank you.
طبعا من كتر ما انا كنت متاخره ومن كتر ما الوقت كان زنق عليا، هو انا اصلا ما خلصتش الحاجه اللي قدامي، كنت مشغله كل العيون بتاعت البوتاجاز وكنت شغاله عليها. انت عارفين المشكله في البوتاجاز عندنا ان هو 4 عيون بس. تمام، هم 4 عيون كويسين يعني لو مستعجله في الطبيخ وهضطر ان انا استخدمهم كلهم، بس بما ان ال4 عيون جنب بعض فاللي هو ال4 عيون مش شايلين الحلل اللي عليهم. يعني انا مثلا لو قررت ان انا استخدمهم كلهم فممكن الاتنين اللي من ورا هيشيلوا الحاجه، انما الاتنين اللي قدام فهيكون الحاجه اللي عليهم هتكون مش مرتاحه، ده لان البوتاجاز مساحته صغيره او السطح بتاعه اللي من فوق صغير وكده. تمام، فعلشان كده ما بقدرش ان انا اشغل ال4 عيون مع بعض، ممكن مثلا اقصى حاجة 3، وده غير كده اللي هو الطاسة اللي من قدام دي اللي انا كنت بحمر فيها البصلة ما كانتش مرتاحة فيها، بس كنت مضطرة ان انا استخدم كل العيون واشغلها كلها علشان الحاج ان انا اخلص. تمام، عملت بقى الجلجاز زي ما شفتوا كده، التتبيلة بتاعت الجلجاز او الخلطة بتاعت الجلجاز بحب ان انا اعملها بالطريقة دي، ما بحبش ان انا اخلط الخضرة اللي هي الشبت والبقدونس في الخلاط، لا بحب ان انا اعملها بالطريقة دي زي ما اتعودتم معايا. تمام، هو ان انا الخضرة اقطعها كده صغير واحمرها بقى في السمنة وانزل عليهم معلقتين توم احمرهم معاها وانزل بمعلقتين صلصة او 3 معالق صلصة، اسيبهم يسبكوا شوية عادي وهلقوا الجاز اللي انا كنت مفرزاه معاكم قبل كده. وهي دي كده طريقتي في حميل الجلجاز. اي نعم دي مش الطريقة الاساسية، والطريقة الاساسية بتكون غير كده خالص، بس بصراحة احنا بنحبه بالطريقة دي وبناكله هو بالطريقة دي. هادي بالنسبة بقى للبصل اللي في الطاسة ده اللي انا بحمره، ده اللي انا هعمل بيه صينية الرجاج. المهم فرمت كده بصل وفرمت كمان صدر فرخة لان انا هعمله بفراخ، ما بحبش ان انا بصراحة اعمله باللحمة المفرومة، انا اصلا ما بحبش اللحمة المفرومة، ممكن لو اللحمة انا فرمها بنفسي في البيت، انما اللحمة المجمدة اللي بنجيبها من برة دي فبصراحة استحالة طبعا ان انا اكلها، او استحالة ان هم هنا يدخلوها البيت، يعني الواحد مش عارف مصدرها ولا ضامنها اصلا. تمام، فعلشان كده اغلب الاكلات لو جني بعملها ايه، اما بفراخ مفرومة اما مثلا باللحمة بفرمها قدامكم. في الوقت ده عاد الساعة كانت 5:45، يعني 6:15، قلت اولع كده على المحشي واسيبه يستوي مع نفسه، وبما ان انت عارفين المحشي بيكون عايز نار هاديه وانا اصلا لسه ما عملتش صينيه الرجاج. تمام، ده حتى الفراخ كمان كانت لسه مستويه ولسه طافيه عليها حالا، زودت كده المحشي زي ما انتم شايفين وهديت عليه النار وغطيته وسبته يستوي مع نفسه. نيجي بقى كده هو طبقة اللحمة اللي هتكون في صينية الرجاج وكده، فرمت صدر الفرخة زي ما انتم شايفين ونزلت بقى عليه على البصلة اللي انا حمرتها، هظبط لها كده التوابل والبهارات بتاعتها، ودي كده الحشوه اللي انا هعملها في صينيه الجلاش. صليت على النبي، صل على النبي في قلبكم. يا ريت كمان ما تكونوش نسيت تحط اللايك معايا، انا عارفه ان فيديو النهارده كده يمكن طويل شويه على عكس المعتاد وعلى عكس ما انتم متعودتم معايا، بس بصراحه الفيديو بتاع النهارده يمكن طول معايا شويه واحداثه طولت شويه، علشان كده حاولت على قد ما اقدر ان انا اقصر لكم من مدته وان انا اسرعه على قد ما اقدر علشان بس كده يكون بسيط وعلشان انتم ما تزهقوش منه ولا تملوا منه خالص. ما كانش عاد قدامي حل غير ان انا اشغل العين الرابعه، انا عايزه انجز وعايزه اخلص، خلاص الساعه داخله على 6 واحنا عندنا المغرب بيأذن 6:15 تقريبا. فالمهم ايه، انا لسه محمرتش فراخ ولا عملت صينيه الجلاش ولا عملت اي حاجه ابدا، اضطريت بقى ان انا اشغل العين الرابعه، مفيش حل غير كده. قلت بقى الحاجه هي اللي تقف لتحمير الفراخ، قلت لها على بال ما نعمل صينيه الجلاش علشان نلحق ان احنا نخلص. هنا بقى كانت مرات اخويا لسه نازله، قلت لها والله لا اقول لهم، والله لا اقول لهم ان انت مش نازله قبل الفطار غير بربع ساعه بس. قالت طب ما انا قعدت اقول لك ما صحيتنيش ليه، ما ندهتيش عليا ليه، قولي لي ناقصك ايه وانا اعمله. قلت لها لا خلاص انا الحمد لله خلصت كل حاجه، مفيش غير بس صينيه الجلاش اللي في ايديا دي هي اللي هخلصها وادخلها الفرن وبكده اكون خلصت كل حاجه الحمد لله. فعلا يعني الحاجه ما شاء الله كانت حمرت الفراخ وخلصت كل حاجه وهي واقفه على البوتاجاز، سواء كان في التسويه او في اي حاجه يعني، وانا صينيه الجلاش دخلتها على نار عاليه وعليت عليها الفرن يعني وكده، ما خدتش معايا 5 دقائق، والحمد لله زي ما بقول لكم كنا خلصنا الفطار وكنا جهزناه على الميعاد بالظبط، برغم ان احنا بادئين متاخر وبرغم ان انا كنت لسه ما عملتش اي حاجه ولا سلكت فراخ ولا عملت اي حاجه، فده يعتبر وقت قياسي وان انا انجزت فيه وكده، الحمد لله يعني خلصت على الوقت ما تقلقوش. بصوا بقى كده الجلاش، بما ان الصينيه معايا مدوره ولفه الجلاش كان الورق بتاعها مربع وكده، فبقصها على شكل دائري على كده مثلا الصينيه. بالنسبه بقى للزوايد فبحطها من تحت كده كده مش باينه
تمام. اهم حاجة ان الشكل من فوق بس يكون مترتب، والورق بتاعها بيكون مترتب زي ما انت شايفين، قطعته كده على شكل دائري على كد الصينية بالظبط بس. وما بين كل طبقتين كده بحط رشة سمنة بسيطة علشان بس ما تكونش تقيلة، يعني على ما اعتقد كل ما نقلل سمنة كل ما تكون خفيفة كده في اكلها وكل ما تكون حلوة، علشان كده كنت بحط حاجة بسيطة خالص من السمنة. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله كده دي كانت اخر حاجه، هقص بس كده الزيادات اللي حوالين الصينيه علشان شكل الصينيه كده يكون مترتب ويكون حلو. طبعا زي ما انت عارفين العين هي اللي بتاكل قبل ما الواحد بياكل حتى، فاهم حاجه الشكل كده يكون مترتب ويكون كويس، ده اهم حاجه واهم ما في الموضوع. اما بقى بالنسبه للطعم، فبرغم ان انا كنت صايمه يعني ومدقتش الاكل ولا دقت الملح بتاعه، الا ان ما شاء الله الاكل طلع زي العسل والله بجد يعني. قلت لكم خلصت على الميعاد بالظبط، بس والله الاكل كان سخن نار زي ما هو، يعني مثلا محشي الكرنب ما صبرتش عليه لحد ما تشرب، لا والله حطيته زي ما هو، فلو تلاحظوا كده ان هو كان لسه ما تشربش الميه بتاعته. صينيه الجلاش كمان طلعتها زي ما هي من الفرن هنا على الطبليه على طول. تمام يعني اي نعم اتاخرت، بس اهم حاجه ان انا جهزت كله على الوقت والحمد لله على الميعاد بالظبط، وكنت مخلصه كل حاجه. وبس كده يا جماعة الخير، بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى ان هو يكون عجبكم واتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا بيه. ادي صينية الجلاش اهي بعد ما طلعت من الفرن، سويتها على نار عالية علشان بس تلحق ان هي تخلص وكده، بس والله بجد كانت زي العسل، والاكل كله كان زي العسل والله يعني بصراحة. تسلم ايديك يا بنت الصعيد. اه يا جماعة ما انا تعبت فيه فلازم اشكر نفسي عليه وكده، بل فهنا وشفا يا رب على كل من كل منه وعلى قلوبهم جميعا يا رب. احبكم في الله جميعا، مستنيه كومنتاتكم وباذن الله تعالى هقراها كلها. يلا بقى اسيبكم في رعايه الله، واشوفكم في فيديو بكره على خير. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شايفين دي ما ساعدتنيش ولا عملت اي حاجه. عازمين النهارده؟ اه خلصت تحت. يلا عازم عبد الله بس. عبد الله؟ عبد الله جنب الواجب. هبقى تحت مستنيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليه، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل عام وانتم بخير جميعا، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب.
عايزه اقول لكم ان انا ما عيطتش. ايوه والله يا جماعه ما عيطتش، يعني اكيد واضح من صوتي. يعني واخده دور برد محترم قسما بالله، خلاني امبارح اليوم كله ولا قادره ان انا اقوم ولا قادره ان انا اعمل اي حاجه. حتى كمان ما شاركتكمش احداث اليوم بتاع امبارح كان عامل ازاي، او ما شاركتكمش العيد عندنا بيكون عامل ازاي واجواءه بتكون عامله ازاي. حتى الفيديو ده المفروض ان هو كان ينزل لكم كده من كام يوم، بس للاسف والله ما قدرتش ان انا اسجله او ان انا منتجه والحق ان انا احمله لكم، علشان كده هينزل متاخر شويه، برغم ان الفيديو ده كان المفروض كان ينزل يوم 28 رمضان. مش عارفه والله ايه اللي حصل، يعني بقيت شتا صيف واخده دور البرد ده، حتى في عز ايام الصيف اهو اللي احنا فيها. احنا عايزه اقول لكم عندنا الجو حر قوي، جرب كده بحراره وبسخونه شديده في عز ايام الصيف اللي احنا فيها دي، وبرده اديني ما استلمتش منه واخدت دور برد محترم جاي من الارض. والله الحمد لله على كل حال، انا كده يعتبر في احسن حالاتي، وانا كده احسن من الاول بكتير. فعلشان كده بعتذر لكم، بعتذر لكم على صوتي المزعج ده، وبعتذر لكم على الايام اللي فاتت اللي انا قصرت فيها واللي انا ما كنتش بنزل فيها معاكم باستمرار. المهم بقى يا جماعه، علينا فيديو النهارده من الاحداث ومن الفيديوهات المقربه لقلبي، وكمان مش هنسى اليوم ده. انا على ما اتذكر اليوم ده كده يعني هيفضل في ذاكرتي على طول، لان عايزه اقول لكم ان احداث اليوم ده او كل اللي انت هتشوفه في الفيديو ده، اصلا عملت كل حاجه وطلعت عملت كل حاجه فوق السطوح عندنا. لو تشوفوا بقى في اليوم ده درجه الحراره كانت عامله ازاي، ولا السطح عندنا كان عامل ازاي، تحسوا كده الحيطان والارضيه بتطلع سخونه من كتر الحراره يعني اللي فيها وكده. والشمس كمان كانت سخنه اليوم ده، والواحد صايم فبجد الواحد يعني فرهد خالص من التعب. بس في نفس الوقت مبسوطه وانا بعمل الحاجه دي، وبجد بعملها من كل قلبي. دعوة حلوة لكل الناس، لكل الناس المحترمة اللي بتتابعني، ولكل الناس اللي انا اعرفها. ربنا يحفظكم يا رب جميعا، ويسعدكم ويبارك فيكم في اولادكم يا رب، اللهم امين. ويرحم امواتنا يا رب واموات المسلمين، ويرزقهم الجنة ونعيمها يا رب، اللهم امين. قولوا امين يا جماعة، لعل وعسى كده يكون لكم نصيب من الدعوات الحلوة دي. عايزة اقول لكم ان انا ما نسيتكوش من دعائي ابدا خلال العشر ايام الاواخر من شهر رمضان، تمام؟ لان انا بفضل الله والحمد لله يعني اللي هو ايه، ما كنتش ماشية على نظام مثلا ان انا استنى الليلة الوترية واللي هو اجتهد فيها واعمل فيها وكده، لا انا خدت وعد بيني وبين نفسي ومن قبل ما ندخل على شهر رمضان كمان، هو ان العشر الاواخر دولة سواء كانت ليلة وترية ليلة من الليالي العادية، اهم حاجة بس ان انا اجتهد في كل الليالي علشان يعني اكون ريحت نفسي كده، واكون ريحت ضميري، واكون دعيت بكل حاجة انا نفسي فيها، واهمهم ان ربنا يغفر لي ذنوبي وان هو يكون راضي عني، يعني دي اهم حاجة بصراحة. ربنا يجعل لي يا رب ويجعل لكم نصيب من الدعوات الحلوة كلها اللي انا دعيتها. يقول كده بسم الله، ونبتدي في الفيديو بتاعنا النهارده. لو اول مره تسمعوني شرف ليا ان انتم تكونوا اخواتي في الله وتنضموا لعائلتي البسيطه وتكونوا فرد منها. وصلوا الفيديو ده كده لاكبر عدد من اللايكات على قد ما تقدروا، واكتبوا لي بتتابعوني منين. والله كلكم على راسي من فوق، وكلكم منوريني ومشرفيني في عائلتي البسيطه. يقول بقى كده بسم الله ونبتدي النهارده. زي ما جبت لكم الفيديو برعايه السطح بتاعنا، لان كل حاجه هنعملها فوق السطح. اول حاجه كده اليوم ابتدى متاخر شويه النهارده، على بال ما اخويا صحي وعلى بال ما راح للجزار، والمهم الجزار الذبيحه اللي عنده كانت خلصت، فمنا ما ذبح من اول وجديد. المهم يعني اخويا جاء وجاب اللحمه الساعه 3. طب الساعه 3 متخيلين انتم من 3 ل 6، هم 3 ساعات ممكن اي حد يشوفهم 3 ساعات كويسين ومناسبين، لكن لسه ما تنسوش ان احنا في 3 ساعات دي عايزين نسلق اللحمه وعايزين نعمل حاجات كتيره قوي، فما اعتقدش ان احنا خلال الثلاث ساعات دول هنلحق ان احنا نخلص كل حاجه. المهم قلت اتوكل على الله كده وابتدي، لاني ما قداميش فرصه غير بكره، وبكره انتوا عارفين يوم الوقف الواحد بيكون الدنيا مزنقه معاه ازاي، واليوم بيكون مضغوط وبيكون مزنوق وراه حاجات كتيره قوي وحاجات كتيره عايزه تتعمل. فقلت لا، هو ما فيش انسب من النهارده اللي هو يوم 28. المهم اتوكلت على الله كده وابتديت، برغم ان انا كان عندي احساس كبير قوي ان انا مش هلحق اخلص، ان الوقت هيزنق معايا ومش هلحق اخلص اي حاجه من الحاجات اللي قدامي دي، تمام؟ خصوصا بقى ان الحاجات دي لازم تخلص قبل المغرب، اجلها كده نص ساعه ربع ساعه، فلازم قبل المغرب بالوقت ده تكون جاهزه واكون مخلصه كل حاجه. المهم استعنت بالله كده وابتديت، وطبعا تعرفين وزي ما اتعودت معايا كده ان انا قبل ما ابتدي في اي حاجه وقبل ما احط ايديا في اي حاجه اتعودت دايما كده ان انا اقول ايه، اللهم إني توكلت عليك وبك أستعين، اللهم أعني ويسر أمري وارزقني يا رزاقني يا كريم، وسمي بالله وابتدي بقى شغل في الحاجة دي. يعني سبحان الله بحس إن ربنا كده بيبارك لي في الحاجة اللي أنا بعملها دي،
والحاجة دي كده بتتقضي وبتخلص معايا بسرعة وربنا بيبارك لي فيها، فخلاص انا اتعودت على كده واتأقلمت على كده، واللي هو لساني اصلا اخد على كده. المهم بقى زي ما قلت لكم ابتدينا متأخر اهو، انا كنت بعمل بسرعة خيالية بعيدا عن ان الفيديو متسرع، بس انا فعلا في الواقع كنت بعمل بسرعة رهيبة. طب ايه اللي حصل يا بنت سعيد؟ طمنينا، لحقتي ولا ما لحقتيش؟ دلوقتي تشوفوا معايا. يعني انا شاركتكم احداث اليوم كلها اهو، واديكم هتشوفوا معايا في نهايه اليوم ايه اللي حصل. المهم فجاه اخويا جاب اللحمه وجابها متاخر شويه، بس مش مشكله، يعني اللي هو اخدتها كده وابتديت فيها شغل على طول. اللحمه بسم الله ما شاء الله حمرا كلها، يعني الذبيحه كانت لسه مذبوحه حالا، واللحمه ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده تفرح بجد. انا اول مره اكل لحمه على فكره، انا ما بحبش اللحمه وما باكلهاش ابدا. يعني بصوا حتى لو اللي هو ايه، يعني حتى لو انا ضامنه اللحمه دي مصدرها ايه، واحنا اصلا بنجيب من جزار معروف وجزار مضمون وكده، بس بصراحه ما اكدبش عليكم ما باكلهاش ابدا، مهما كان ومهما حصل ما باكلهاش، باكل فراخ بس. عايزه اقول لكم النهارده اكلتها، يعني نفسي اتفتحت لها كده واكلت منها، بجد اللحمه كانت زي السكر كده والله، حتى كمان في السوا ما اخدتش سوا. يعني سبحان الله، شوف الحاجه دي علشان ربنا عالم ان الحاجه دي طالعه لايه او الحاجه دي معموله لايه، فربنا مبارك فيها. فالمهم زي ما بقول لكم سبب تاخر اخويا على بال ما جاب اللحمه، هو منا ما استنى الذبيحه الثانيه منا ما اتذبحت. يعني هو راح فعلا لقي لحمه عند الجزار، بس لقي اللي هو ايه الحاجات اللي بتتبقى في الاخر دي، فبصراحة مرضيش ان هو يجيب منها وكده. المهم بقى الحمد لله ربنا هون، وجالي الساعة 3 وقال لي خده. طب 3 الحق امتى انا ابتدي في الشغل؟ قلت خلاص انا هتوكل على الله وهستعين بالله كده وهبتدي. قطعت اللحمة بقى ودخلت كده غسلتها عند مرات اخويا، وايوه انا من النوع اللي بغسل اللحمة، لان في ناس ممكن تستغرب من النقطة دي، لان طبيعي ومعروف ان اللحمة بتتجاب ما بتتغسلش، بتتحط في المية المغلية او الشوربة بتاعتها يعني، او المرقة بتاعتها اللي بتتعامل عليها. تمام، ده كده اللي هو معظم الناس اللي بتعمله، اغلب الناس اللي بتعمله، لان الناس بتقول لك ايه اللحمه لما بتتغسل يعني بتنزل ايه اللي هو الدم اللي جواها او الميه اللي جواها وكده، وهو ده يعني المفروض. بس انا بصراحه ما بقبلهاش كده، او ما بحبش ان انا اعملها بالطريقه دي، لازم كده اغسلها كذا مره بعد كده بقى انزلها في الميه المغليه. تمام، يعني ممكن كمان ان انا غليت الميه من البدايه وجهزتها كده، والميه اللي انا هسلق فيها اللحمه كانت سخنه، فعلشان كده ما خدتش معايا وقت. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. برجع وبعتذر لكم تاني، معلش يعني على صوتي وكده، بس انا خلاص انا اتاقلمت معاه والله بجد، فعلا انا خلاص دلوقتي اتعودت على صوتي الجديد واتاقلمت معاه، لحد ما ربنا يهون يعني ويخف من الدور ده. والله يا جماعه جربت كل حاجه، جربت الوصفات الطبيعيه اللي انتوا قلتوا لي عليها قبل كده، وكمان اخدت علاج، بس للاسف هو كده، هو لازم ياخد فيا كذا يوم بعد كده بقى يخف. ف يعني حتى مهما اخدت علاج ومهما عملت لازم كده ياخد مهاده فيا وبعد كده بقى بيخف. المشكله بقى ان انا دايما كده، يعني مثلا ايه لو اسبوع كويسه اسبوعين وجا تعبانه واخده الدور، فمش عارفه ده علشان مناعتي ضعيفه ولا عشان ايه بالظبط، ومش عارفة ايه السبب والله. ويعني غير كده هقول لكم مثلا لو كنا في الشتاء كنت ممكن اقول لكم من الجو، من تغيرات الجو، يعني كنت مثلا هجيبها في الجو وفي البرد وكده اهو، لكن احنا في الصيف وفي عز ايام الصيف ومفيش تغيرات في الجو ولا حاجة. احنا لينا فترة عندنا دخلنا يعتبر في عز ايام الصيف اهو، في عز ايام الحر الشديدة، فاللي هو مفيش تغيرات في الجو حاصلة عشان اقول لكم مثلا ده بسببها وكده. يلا الحمد لله على كل حال، والحمد لله برضو ان هي جت على كده كده. على بال ما اللحمه تستلك بقى هبتدي في تجهيز بقيه الاكل او بقيه الحاجات اللي انا هستخدمها. المهم بقى هعمل كده بطاطس ني في ني، احنا عندنا بنقول عليها كده بطاطس ني في ني، لان اصلا كل حاجه فيها بتكون نيه، دي تعتبر كده اسهل حاجه واسرع حاجه في نفس الوقت، برضو هي دي اللي هينفع ان انا احطها في الاطباق جنب الرز وجنب اللحمه. يعني بصراحه ما كانش هينفع ان انا اطبخ او اعمل اي طبخ تاني، لان ببساطه الميه بتاعت الطبيخ فكانت هتبهدل كل حاجه، بس فقلت كده اعمل بطاطس، اعمل كذا صينيه بطاطس يعني، والمهم كده اخلي الصلصه اللي حواليهم تقيله بحيث ان هم ايه يتشربوا منها كده، والصلصه اللي حواليهم تكون تقيله وما تخرش من العلب، فهو ده اللي لقيته انسب حاجه. قطعت كده بطاطس وبصل وطماطم وفلفل، كله قطعته كده طرنشات زي ما انتم شايفين، ونزلت بقى عليه بالصلصه. الصلصه ان انا كنت مطلعاها من الفريزر فكانت متجمده، علشان كده بقى كنت بحاول ان انا افكها بالطريقه دي،
وحطيت بقى فلفل اسمر والتوابل والبهارات بتاعتي والملح، والمهم يعني ظبطت لها كده التوابل والبهارات بتاعتها، وغسل ايديا كويس وهسمي اللبقه كده، وهبتدي ان انا بايدي كده اقلب كل ده ببعض. ايوه بايدي، المعلقه مش هتنفع يعني، معلش كده في الحركه دي نركن المعلقه على جنب، لان في الحركه دي مش هينفع غير استخدام الايد. انا غسل ايدي كويس الحمد لله، وبعدين يا جماعه ربنا خلق لنا ايدين ليه؟ مش عشان نستخدمها برضو؟ تمام. المهم بقى بالمعلقه بصراحه ما كانش هينفع ان هو يتقلب، لان التوابل والملح كان هيتكتل في حته واحده وما كانش هيجي في بقيه الحاجات التانيه، فكان لازم كده ان انا اقلب كل حاجه بايدي. انا بس بوضح علشان الناس اللي بتدقق هتقولي ما استخدمتيش ليه المعلقه ومش عارف ايه والكلام ده كله. لا يا ست الكل، استخدمت ايدي كده، وايدي هي اللي زادت حلاوه لصينيه البطاطس اللي انا عاملاها دي. انا عامله اكتر من صينيه، عامله ما شاء الله 4 صواني. تمام. المهم بقى بعد ما خلطتهم كده ببعض، حبيتهم في الصواني وبالمرقه بتاعت اللحمه او الشوربه بتاعت اللحمه. طبعا هنا اللحمه كانت خلاص غلت، والشوربه بتاعتها بقت زي ما انتم شايفين كده. يعني اللحمه قبل ما تغلي او قبل ما تفور او الغلوه، شلت الوش بتاعها اللي هو الوش اللي بتكون الحاجات اللي مش لطيفه اللي بتطلع فيه، اللي هو الدم يعني والحاجات اللي من دي اللي بتطلع على وش اللحمه. فلازم كده قبل ما الشوربه تغلي او المرقه تغلي اللي هو اشيل الوش بتاعها، علشان بس الشوربه كده تكون نظيفه وريحتها تكون حلوه. في الجانب التاني بقى امي كانت قاعده بتخبز، قالت النهارده كده اعمل شويه عيش مصري يكون دراي كده جنب الاكل اللي احنا هنعمله ده. فالمهم هي هنا كانت قاعده بتخبز، بس للاسف ما صورتلكوش يعني بسبب ان انا كنت مستعجله وكنت حاطه الكاميرا على اللي انا بعمله بس، فعشان كده ما قدرتش ان انا اشارككم بقيه الحاجات. انا والله في حاجات كتيره كنت بوقف الكاميرا وكنت بعملها ده بس علشان الحق ان انا اخلص. يعني بصراحه ما اكدبش عليكم، الكاميرا بتقيد حركتي، ان انا مثلا ما بقدرش اروح واجي قدام الكاميرا. ففي بعض الحاجات بصراحه ما اكدبش عليكم كنت بستسهل، وكنت بوقف تصوير او بوقف مثلا الكاميرا اللي شغاله، وكنت بعملها انا كده مع نفسي وبخلص. يعني بصراحه كنت بنجز. تمام. والحمد لله كده بعد ما خلصنا من صواني البطاطس، اديتها كده امي تحطها في الفرن تتحمر كده من فوق ومن تحت، لان انا زي ما قلت لكم عايزه البطاطس تكون متشربه من كل التتبيله اللي حواليها، والصلصه اللي حواليها كده تكون تقيله، تكون البطاطس كلها متشرباها، علشان بس ما تنقطش من العلب او ما تعملش يعني من العلب وكده، ما تبوظش الاكل اللي جوه العلب. تمام. وابتديت بقى في تقطيع السلطه. هنا يعني كنت خلاص ما فيش غير بس الرز ان هو يتعامل، واللحمه كنت حطاها تتسلق، والبطاطس هي الحمد لله خلصتها، فيعتبر معظم الحاجات خلصتهم، ما فيش بس كده غير ان انا اعمل السلطه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا كده على النبي في قلبكم، ويا ريت ما تنسوش اللايك ده فضلا منكم لو تكرمتم. الحمد لله كده عملت السلطه وخلصت منها. انا عملت السلطه في الوقت اللي كنت مستنيه اللحمه بيه تتسلق، يعني شغلت نفسي بالسلطه ومنها كمان راحت من وشي وخلصت من وشي، علشان برضو انتوا عارفين السلطه بتاخد وقت في عملها وكده. هبتدي بقى في عمل الرز. في الوقت ده الساعه كانت 5:30. تمام. هو 5:30 يعني كويس يلحق الرز كده ان هو يستوي يعني، وكمان يبرد شويه. المهم عملت كده الرز، عملت 5 كيلو رز، بس في مشكله بصراحه يعني، وبما ان انت عارفين ان انا صريحه معاكم فهقولها لكم، هو اني عملت الرز كله في حله واحده. فالمهم ايه يعني، هو حلو طلع حلو ومستوي وزي الفل، والملح بتاعه مظبوط برغم ان كلنا صايمين فمحدش داجه. تمام. بس زي الفل وطلع مظبوط وكل حاجه، بس اللي هو خد وقت في السوا. يعني انت عارفين لو كانت عمل على حلتين كان هيطلع احلى من اللي هو فيه دلوقتي، كان استوى كده وما خدش وقت، كان الرز طلع متفلفل كده وكان هيبقى زي الفل. بس مش مشكله الحمد لله، اهم حاجه ان هو حلو، واهم حاجه ان هو طلع مستوي، وان هو يعني خلص على الوقت بالظبط. اللي بقى كده نعمل تتبيله اللحمه.
بالنسبة بقى للحمة، فبصراحة ما لقيتش انسب من الطريقة دي هو ان انا اعمل بيها اللحمة. قطعت كده كمية من البصل والطماطم والفلفل، كل مقطعاه كده طرنشات يعني، تمام، مقطعاه كده رقيق خالص. نزلت عليه بقى بهارات لحمة، ونزلت عليه ببابريكا وفلفل اسود وملح، وبرده كده بايديا دعكته كده في بعض علشان بس الخضار دي يعني تاخد من طعم الملح والتوابل والبهارات اللي انا حطاها، فكان لازم كده ان انا اعملها بالطريقه دي. والمهم بقى وحطيت كده زيت في الصينيه دي، وحطيت طبقه من الخضار، وهبتدي بقى ان انا احط اللحمه. هنا بصراحه عايزه اقول لكم ان انا لما لقيت ان الوقت زنج وان اللحمه هي استوت، بس ايه، كانت شده شويه، فروحت بقى جبت حلة الضغط بتاعت مرات اخويا دي وحطيت فيها اللحمة. عايزة اقول لكم ان هي ما خدتش 5 دقايق على النار، كانت اللحمة استوت وبقت زي الفل. فعلشان كده بقى نقلت اللحمة من الحلة الكبيرة الضخمة اللي انت شفتها في بداية الفيديو دي للحلة دي في الاخر علشان بس تنجز معي في الوقت. بس فالمهم كده حطيت طبقة خضار وطبقة لحمة، وبعد كده بقى بحط عليها خضار من فوق وبدخلها الفرن. مجرد كده بس ان اللحمة يعني بص مش تتحمر قوي، مجرد ان هي كده تاخد لون وبتاخد من طعم الخضار الحلو اللي فوقيها ده واللي تحتيها تطلع حلوة، بس كانت محتاجة كده ان الخضار يكون كتير شوية. فعلشان كده اخر صينية الخضار كان فيها قليل خالص، ده لان الخضار خلص، وبصراحة ما عنديش وقت ان انا لسه اروح اقطع تاني واعمل تاني، والوقت كان خلاص زنج. فالمهم ايه، قلت خلاص اعملها كده من غير خضار من غير اي حاجة، بس جيت في الاخر كده رشيت عليها ملح وبهارات لحمة اللهم صل على النبي، وظبطت الله يعني كده البهارات، دخلتهم كده الفرن يتحمروا شوية وياخدوا لون. متستغربوش انا في الواقع كنت بعمل بالسرعة دي كده، انا قسما بالله ما كنت حاسه بنفسي، ولا كنت حاسه انا بعمل ايه، ولا عارفه اصلا انا بعمل ايه، انا كنت بعمل بسرعه رهيبه. والحمد لله هنا اقدر اقول لكم خلصت. خلصت الساعه كانت كام دلوقتي؟ الساعه كانت 6 الا 10. عارفين قسما بالله بجد بعبي ومش عارفه انا بعبي ايه، المهم ان انا عايزه الحاجه اخلص وعايزه انجز بسرعه، فبجد بعبي بسرعه خياليه. هنا كان الرز لسه يعني قدامي كده حبه على النار علشان بس كده يستوي، فالمهم بجد كده اعبي البطاطس والسلطه على بال ما الرز يستوي. اللحمه كانت اتحمرت الحمد لله، وكنا طلعناها من الفرن، بس يمكن اللي عطلنا شويه هو موضوع الرز، علشان كده بقول لكم يا ريتني كنت عملته على حلتين، بس يلا هو مش مشكله اللي حصل. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا كده بسم الله ما شاء الله، بصراحه الاكل كان زي العسل والله، يعني سبحان الله ربنا كان مبارك فيه فعلا، برغم ان الواحد كان عامله. والله عايزه اقول لكم ان انا يعني ممكن تستغربوا، انا احيانا كنت بنسى ان انا حاطه ملح وكنت برجع احط تاني، لدرجه ان لما جيت حبيت الاكل كنت خايفه ان هو يكون مالح، يكون ناقص ملح ويكون عادم وكده، فبصراحه كنت خايفه وقلقانه. جينا بقى على الفطار، طبعا كلنا فطرنا فوق لان المغرب اذن علينا واحنا فوق كلنا، فمرات اخويا الله يبارك لها جابت لنا عصير وجابت لنا ميه، المهم فطرنا كلنا فوق هنا. فجيت بقى على الفطار بدوق الاكل، الاقي لكم الاكل بسم الله ما شاء الله زي العسل. اللحمه بجد كانت حلوه خالص، والبطاطس كمان كان الملح بتاعها مظبوط كده، والرز زي ما قلت لكم استوى وبقي زي الفل، بس هو اللي اخرنا شويه ان هو كله اتعمل في حله واحده فاخد وقت في السوا. وهنا بقى كده بدات ان انا اعبي في الاكل، الحمد لله على 6 و10 بالظبط كنت مخلصه وكنت مجهزه كل حاجه. اخويا ربنا يبارك في عمره يا رب اخدهم كده ودى جزء منهم الجامع علشان بس الناس يعني المصلين هناك يفطروا عليه وكده، والجزء التاني عندنا اللي هو طريق الجسر العربيات اللي راحه واللي جايه، طبعا يعني دول بيكونوا ماشيين على الطريق وكده، فالمغرب بيأذن عليهم مش بيفطروا كده هو يعني. بس والحمد لله خلصنا. عايزه اقول لكم ان انا كنت فرحانه قوي وكنت مبسوطه قوي ان انا لحقت اعمل الحاجه دي، وكنت بعملها من كل قلبي، وكنت فرحانه ان انا تعبت في الحاجه دي، يعني كنت بقول بيني وبين نفسي انا يمكن ربنا يضاعف لي الثواب، ثواب الصيام، علشان بس ان انا تعبت في اليوم ده، وان اليوم ده كان حر شديد وكان سخونه شديده، الحيطان كده تحطوا ايديكم عليها من كتر الشمس، طبعا انتوا عارفين الدور التالت عندنا يعني اللي هو الحته اللي عند السطح دي السقف بتاعها مش مظبوط، تمام، فاللي هو الشمس نازله الحيطان بقى والارضيه من كتر الشمس تحسوها كده بتطلع سخونه وبتطلع نار. هنا الكتاكيت برغم ان احنا كنا حابسينهم مش عارفه طلعوا ازاي، فبصراحه ما كانش عندي وقت ان انا اسيب اللي في ايدي واروح احبسهم، علشان كده يعني هتلاقوهم بيتجولوا حواليا. بصوا بقى كده اللحمه ما شاء الله ما حبيتش ان هي تتحمر جوه في الفرن علشان بس ما تنشفش، انا حبيت بس ان الخضار يدبل شويه كده واللحمه تاخد من طعم الخضار، علشان كده دخلتها الفرن شويه.
والحمد لله هنا كنت خلاص خلصت، بدأت عاد كده ان انا اعبي كل ده في كرتونه، يعني جبت كرتونه تاني حبيت فيها بقيه الاطباق. ربنا يا رب يتقبل الحاجه دي، ربنا عالم والله الواحد عمل الحاجه دي من كل قلبه، ربنا يتقبلها يا رب. وبس كده يا جماعه الخير، بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. يلا بقى استودعكم الله، واشوفكم في فيديو بكره على خير. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.